السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا لعدد جديد من برنامجكم اليومي الصحافة، ونبدأه كالعادة بالصحف الجزائرية. بدايتنا مع صحيفة الشروق اليومي، نقرأ في عنوانها البارز: تحرير 1200 مشروع وإجراءات استثنائية لإنعاش الصناعة، موازاة مع إطلاق مشروع إنتاج مسحوق الحليب والفرينة الموجهين للرضع. نقرأ فيها أيضا: منظمات الباترون متعاملون يتسابقون لبناء سكنة عدل 3 وخواص الاستثمار في الطيران. آل تحكوت أمام القضاء مجددا عن إخفاء الممتلكات. حجز 1600 كاميرا مراقبة وتفكيك شبكة تهريب بولاية الصيف شرقا. عن أخبار الحملة الانتخابية: تعهدات المتسابقين إلى المرادية، رؤساء أحزاب التوجه إلى الاقتراع، رسالة رد قوية على المتآمرين. تبون إنجاز مليوني سكن وزيارة كافة الولايات والعمل على تنميتها. حساني إصلاح شامل للمنظومة التعليمية ومراجعة التقسيم الإداري، وأشيش إعادة الاعتبار للطبقات الوسطى والهشة بإجراءات فورية. إطلاق 56 تطبيقا رقميا لإدارة مؤسسات وفعاليات الثقافة. إلى صحيفة الخبر، نقرأ في عنوانها: تدخل إنساني في غزة حولوه إلى عسكري، تحريف خطير لتصريح تبون في قسنطينة. سياسيون ووزراء وبرلمانيون ورجال أعمال لبنانيون ومجتمع مدني بلسان واحد: الجزائر شكرا. يتعلق الأمر بما توعدت به الجزائر بتزويد لبنان بالكهرباء. نقرأ أيضا في ما يتعلق بالتاريخ: في ذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام، حدثان عظيمان للجزائر ودرسان كبيران لفرنسا. هجمات الشمال القسنطيني ألغت الانتخابات التشريعية الفرنسية. في الاقتصاد، فضلا عن إجراءات استثنائية لمرافقة المؤسسات، رفع العراقيل عن أزيد من 1200 مشروع. وقبل نهاية أوت، مديريات الفلاحة تحدد الاحتياجات من البذور والأسمدة. وزارة الصحة تقر إجراءات وقائية، لجنة وطنية لمجابهة جدري القردة. إلى صحيفة المسار العربي، رئيس الجمهورية: اليوم الوطني للمجاهد إحياء لذكرى محطتين خالدتين في سجل ثورة التحرير. الخارجية الفلسطينية: جريمة التحرير القسري ضد التجمعات البدوية ترقى إلى مستوى جريمة التطهير العرقي. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة. جدري القردة وضع نظام للمراقبة والإنذار. وفي اليوم الخامس من الحملة الانتخابية: الدفع بالتنمية والاهتمام بالفئات الهشة. إلى صحيفة أخبار الوطن، القدرة الشرائية وقود الحملة الانتخابية: تبون يتعهد بمواصلة رفع الأجور ومعاشات التقاعد. وشيش يرافع لتكريس التغيير الذي طالب به الحراك. وحساني: نهدف لتعمير الصحراء الجزائرية ومراجعة التقسيم الإداري. في أم البواقي، سلبوا متهما 10 عجول عن طريق النصب والاحتيال. أضرار تسرب المياه القذرة يثير استياء السكان. وفي شلف، توقيف عصابة سرقة المنازل وضبط مليار سنتيم من المسروقات. إلى صحيفة الآن، المترشح يوسف أوشيش يلتزم بدعم الطبقات الهشة. ورئاسية المترشح حسان شريف يؤكد على مراجعة التقسيم الإداري لإنعاش التنمية. بنجرينا يدعو للتصويت لصرح المترشح الحر عبد المجيد تبون لمواصلة تجسيد البرامج التنموية. وفي الوضع الصحي، وضع نظام للمراقبة والإنذار على المستوى الوطني. وزارة الصحة تحذر من جدري القردة. المترشحون يبرزون أهمية الاستحقاق المقبل في تمتين الجبهة الداخلية. إلى صحيفة المشوار السياسي، 25,000 طن سنويا بداية من العام 2025، إنتاج حليب الأطفال في الجزائر قريبا. دعم الفئات الهشة تتصدر وعودهم الانتخابية. المشاركة القوية توحد خطابات فرسان الرئاسيات، كما عنونت مشوار السياسي. نشاطات جوارية للاستماع لانشغالات المواطنين. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كسر قيود العراقيل عن 1200 مشروع صناعي.
إلى صحيفة آخر ساعة، محكمة الحجار بعنابة تقرر إيداع مجرم مبحوث عنه قضائياً الحبس المؤقت. منشآت اقتصادية هامة تسلم ملكيتها لمؤسسات وطنية بباتنا. دخول مركب سحق البذور الزيتية بجيجل حيز الخدمة قريباً. بوابة إلكترونية لزيارة المواقع الثقافية في الجزائر أشرفت عليها الوزيرة سوريا مولوجي. ونقرأ أيضاً وضع نظام للمراقبة والإنذار لمكافحة جدري القردة. في صحيفة إلترا الجزائر، إخلاء سبيل كريم طابو مع منعه من الكتابة على مواقع التواصل. فقد أصدر قاضي التحقيق لمحكمة القليعة أوامر بتشديد الرقابة القضائية على المعارض السياسي كريم طابو مع منعه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما أعلنته هيئة دفاعه. وذكر محامو طابو في بيان لهم أن موكلهم تم إخلاء سبيله ولم يصدر في حقه أمر بالحبس مثلما تم نشره. وكانت المعلومة الأولى قد وردت إلى هيئة الدفاع من زوجة طابو. في تفاصيل ما وقع وفق الصحيفة، فإنه بعد إخلاء سبيل كريم طابو قام بالاتصال بمحاميه وأطلعهم على أنه عندما توجه لثكنة الأمن الداخلي للإمضاء تنفيذا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه، تم إعلامه بأنه تنفيذا لإنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق سيتم اقتياده إلى محكمة القليعة. وبعد مدة زمنية تنقلوا به إلى المحكمة، وبعد مثوله أمام قاضي التحقيق بحضور وكيل الجمهورية أين طلب منه قاضي التحقيق الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية، الأمر الذي رفضه طابو جملة وتفصيلة لما فيه من المساس بحرياته وحقوقه، وقد رفض الإمضاء والتوقيع على أي وثيقة. قاضي التحقيق أعلم طابو بأنه أصدر أمرا بتعديل تدابير الرقابة القضائية وذلك بتجديدها عبر أربع ممنوعات، هي منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة، ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحفية، ومنعه من أي عمل سياسي. وعن أخبار الانتخابات الرئاسية وما يتعلق بالحملة الانتخابية وردت في صحيفة العربي الجديد تحت عنوان الانتخابات الرئاسية الجزائرية حملة انتخابية من دون مناكفات سياسية بقلم عثمان لحياني. على غير العادة تجري الانتخابات الرئاسية الجزائرية هذه المرة بهدوء وخالية من المناكفات السياسية بين المرشحين الثلاثة، وهم عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني والسكرتير الأول لجبهات القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، الذين يبدون انضباطا لافتا كل منهم تجاه الآخر في خطابهم السياسي، حيث يتفادى ثلاثتهم الإشارة إلى أي من منافسيه بإشارات سلبية أو بتصريحات سياسية تخص مواقف سابقة أو أخطاء أو تصريحات يمكن أن تكون محل تحفظ منهم. وخلال الخمسة أيام الأولى من الحملة الانتخابية لم تسجل سوى مناكفة سياسية واحدة بين المرشح عبد العالي حساني وغريمه السياسي عبد القادر بن جرينا الداعم للرئيس تبون، بعد تصريح هذا الأخير أن الانتخابات محسومة لصالح تبون وأن المرشحين الآخرين حساني وأوشيش يتنافسان على الرتبة الثانية، ما أثار حفيظة حساني الذي رد على ذلك بوصفه أنه خطاب كراهية وحذر بشدة من هذا التصعيد السياسي. كما سارع مدير حملة الرئيس تبون إبراهيم الراد إلى التدخل لتنبيه بن جرينا لعدم تكرار هذا النوع من التصريحات. ويقدر المراقبون أن مستوى النقد السياسي للمرشحين الآخرين منافسي الرئيس تبون لسياساته الحكومية وحصيلة عهدته الرئاسية الأولى ضئيل، حيث يتلافى كل من حساني وأوشيش التركيز على إخفاقات تبون وحكوماته في ولايته الأولى، على الرغم من أن ذلك يفترض أن يكون أداة انتخابية لصالحهما لمناكفة الرئيس وكسب نقاط ضده. ويعتقد المراقبون أن مبررات غياب المناكفة السياسية بين المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية تعود إلى عدة عوامل، بينها العلاقة التي تربط بين الرئيس تبون بكل من منافسي حساني وأوشيش، حيث سبق له استقبالهما في أكثر من مناسبة، كما يبدي تبون احتراما للرصيد التاريخي لحزبيهما، وهو الأمر نفسه
الذي بين المرشحين حساني وشيش، إذ سبق أن كان حساني بصدد تقديم مساعدة يوشيش لاستكمال جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. إذن كانت هذه أبرز العناوين المتعلقة بالرئاسيات الجزائرية، وكذلك أبرز العناوين الواردة في الصحف الجزائرية. على الساحة الجزائرية أيضا أمس كان هناك خبر اعتقال الناشط والمعارض السياسي كريم طابو، ثم نفي الأمر ولم يكن هناك اعتقالا أو احتجاز في الحبس المؤقت. نستمع لرأي ضيفنا أمس في تغطيتنا المتعلقة بالرئاسيات الجزائرية دكتور سيف الإسلام بن عطية في الإجراءات الأخيرة المتخذة بشأن المعارض كريم طابو. الجزائر منذ اندلاع الحراك ونحن تعيش أزمة سياسية تعالج بهذه الطريقة، تعالج بالتضييق، تعالج بالغلق، تعالج بالسجن، تعالج بالمتابعات القضائية، رغم أنه أصل الأزمة هي أزمة سياسية. والأزمات السياسية حينما تكون الأنظمة السياسية قوية وتكون الدولة قوية تحل بالحوار، تحل بالانفتاح، تحل بوسائل اللي هي بشرية، اللي هي كرمنا الله باب العقل به نتحاوروا به ما نظلموش بعضنا. هذا هو لما تكون الدولة قوية وتكون القيادة تتمتع بشرعية شعبية تجعلها لا تخاف لا من طابو ولا من غير طابو، ولا تخاف من اليسار ولا من اليمين. هذا هو لما تكون الدولة قوية ويكون نظام السياسي فيه العدالة وتكون فيه الشفافية. لكن لما يكون نظام السياسي هش ومبني فقط على توافقات معينة وعلى علاقات معينة، هذه هي النتيجة، يصبح يخاف من كل شيء ويشكك في كل شيء ويطعن في كل شيء ويخوض كل من ينتقد هذا المنظومة السياسية. شيء مؤسف اليوم أننا في ظل يعني ما نتحدث على حملة انتخابية، ما زلنا نتحدث على متابعات سياسية لنشطاء سياسيين دون أن ننسى العديد المعتقلية الرأي الذين هم موجودون في السجن. وأيضا من المواضيع التي طفت على الساحة السياسية تصريحات المرشح عبد المجيد تبون المتعلقة بإرسال الجيش الجزائري إلى غزة. كان لضيفنا أمس ضمن تغطية الرئاسيات الجزائرية الإعلامي عبد الله الرافعي رأيه بشأن تلك التصريحات. هذا الإنسان الذي يستمع لكلام كهذا من الجزائريين وينعشه بل ويبعث فيه النشوة، ألا يفكر قليلا ماذا لو سأل هذا الرئيس أو هذا المتكلم لماذا هل تستطيع أن تبني في 20 شهر، مش في 20 يوم، في 20 شهر مستوصف صغير فضلا عن 3 مستشفيات في 20 يوم؟ الإنسان يتكلم الآن كلام ليست عليه ضرائب، وهو عودنا يعني لما يفتح المجال لخياله الواسع يعني يشبعك كلاما لا معنى له ولا يقبله أصلا الواقع. يعني أنت الآن كل ما فعله فهي أستطيع أن أقول لك أنه نوع من ربما لم يكن محتسبا أبدا لكلامه، لأن هذا الكلام سيجعله ينطح أحد معطوبي الشرعية مثله تماما وهو النظام المصري. بقية من أهم العناوين الواردة في صحف المنطقة المغاربية يستعرضها لنا وإياكم أسامين نبيل عبدلوي. تحية طيبة، مرحبا بكم إلى هذا العرض الموجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية. بداية من موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو، صحيفة إسبانية تكشف مضمون وثيقة سرية تحت عنوان الساحل الموريتاني الأكثر إثارة للقلق. فقد كشفت صحيفة البايس الإسبانية مضمون وثيقة سرية حديث عنوانها الساحل الموريتاني الأكثر إثارة للقلق من حيث تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وتستمر أرقام الهجرة غير الشرعية من الساحل الموريتاني نحو إسبانيا في الارتفاع تقول الوثيقة. وحسب الصحيفة الإسبانية اليومية فإن أكثر ما يثير قلق حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية هو الساحل الموريتاني.
محليا في موريتانيا، رئيس موريتانيا قرر تأجيل إجازته السنوية، و22% من الموريتانيين يرغبون في الهجرة بزيادة خلال عام واحد تجاوزت 4 نقاط مئوية. وإلى ليبيا، وصحيفة الصباح، فرق الكهرباء تواصل جهودها لإعادة التيار إلى مناطق الجنوب المتضررة من السيول. وفي استطلاع للصحيفة، التضخم ثقب أسود يلتهم مدخرات المواطنين ويسحق الطبقات الأدنى. عربيا، غارات للاحتلال بغزة تزامنا مع اشتباكات ضارية في خان يونس أسفرت عن استشهاد العشرات. وبالعودة إلى الخبر المحلي في ليبيا، فالدكتور محمد التريكي وكيل وزارة الزراعة للصباح، قدمت مقترحا لتنمية 25 قرية في الجنوب بواسطة 33,000 شاب وبتكلفة مبدئية لا تتخطى نصف مليار دينار. علينا الاهتمام بالدوائر الزراعية في الجنوب، ولكن لا أحد يبدي أي اهتمام لذلك، ووزارة الزراعة اليوم عاجزة عن تقديم أي دعم للفلاح الليبي. إلى صحيفة الوسط، الأعلى للقضاء يرد على المشري بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة. فقد ردت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن إبداء الرأي القانوني حول نتيجة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي جرت في 6 أوت الجاري، مؤكدة عدم اختصاصها بالبث في المسألة المعروضة. ووجه رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء عبد الحكيم الهلول على خطاب المشري الصادر في 13 أوت، والذي طلب فيه من المجلس إبداء الرأي القانوني، والذي أجاب عنه بأنه ليس من اختصاصه. وفي اتصال هاتفي مع الكبير حافظ البنك المركزي، خوري تؤكد دعم الأمم المتحدة للمصرف المركزي. وإلى المغرب، وصحيفة الأحداث المغربية التي خصصت عنوانها البارز لذكرى ثورة الملك والشعب التي يحتفل بها المغاربة هذا اليوم 20 أوت، بحيث اندلعت ثورة خاصة في مدينتي وجدة والدار البيضاء، عجلت بعودة الملك المغرب الراحل محمد الخامس الذي كان منفيا في جزيرة كرسي. في ذات الصحيفة، الكتكوت يشعل الخلاف بين مربي الدجاج بسبب المضاربة في فصل الصيف. وخصاص الأدوية يصل إلى البرلمان، جر وزير الصحة عيط الطالب للجواب على سؤال كتابي. ووزارة الانتقال الطاقي تقول بأن النفايات المستوردة إلى المغرب والتي خلقت جدلا واسعا هي آمنة. وأربع شركات مغربية في تصنيف مجلة فوربس للأعمال. إلى صحيفة المساء، الغنلوسي يجدد دعوته لمحاسبة المسؤولين عن تبديد 44 مليار درهم. والبارومتر العربي يقول بأن ثلث المغاربة يرغبون بالهجرة إلى الخارج، ضمنهم 55% تقل أعمارهم عن 30 سنة. وحجز 700 كيلوغرام من لحوم الدجاج الفاسد بضواحي مدينة مراكش. عربياً، 318 يوماً من العدوان، قصف متواصل على قطاع غزة وترقب لنتائج مفاوضات التعدية. إلى تونس، وصحيفة الصحافة اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برئيس الحكومة، لا تسامح مع من يعمل على تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات، الأزمة تلو الأزمة. والطور الأول من نزاعات الترشح لرئاسية 2024، المحكمة الإدارية ترفض جميع الطعون. ورئيس الجمهورية أيضا يوصي بضرورة صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين. القانون سيحدد صلاحية كل غرفة ومجالات التنازع. وبعد ماراثون متواصل من المواسم الاستهلاكية، الأسر التونسية على أبواب عودة مدرسية صعبة. ختاماً، إلى صحيفة الشروق، رئيس المجلس الأعلى للقبائل ومدن فزان لصحيفة الشروق، تونس قدمت لليبيا ما لم يقدمه أحد. مبادرة سيف الإسلام قد تكون الطريق الأفضل للاستقرار. ومعضلة ليبيا، النفط والمال والأطماع الخارجية. وكشف أخطر منظمة حرقة في صفاقس والعاصمة.
عربيا مفاوضات الفرصة الأخيرة، وقف العدوان أو الحرب. وبالعودة إلى الخبر المحلي اليوم، سنية الدهماني أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس. ختام هذه الجولة السريعة في أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية الصادرة هذا اليوم. كل الشكر للزميل نبيل عبد اللهوي على هذه الإطلالة على مختلف العناوين الصادرة في منطقتنا المغاربية. نختتم وإياكم برنامج صحافة اليوم مع قصص الكاريكاتير. متابعة طيبة نرجوها لكم جميعا، إلى اللقاء.